روح رقيه منذر سترقد بسلام مع اقترابها من نيل العداله بعدما حسم القاضي بيتر جيرمانوس الجدل المتعلق بروايات موتها من خلال اصداره قرارا ظنيا حصلت ال بي سي اي على نسخه منه يؤكد فيها ان المد عليه محمد منذر زوج رقيه هو من اقدم على قتلها مطلقا عليها النار من مسدس حربي على الرغم من محاوله الجاني الادعاء بان رقيه انتحرت مدليا بإفادات متناقضة كان آخرها ادعاؤه أنه كان نائما أثناء إطلاق رقية النار على نفسها، متجاهلا الأدلة التي تتطابق مع تقرير الطبيب الشرعي الذي يؤكد أن رقية كانت راكعة عند مقتلها. زوج رقية بحسب القرار الظني كان يواظب على تعنيفها كلاميا وجسديا ويحد من حرية تنقلها. وليلة العشرين من أذار الفائت لقام محمد مسدسه مهددا رقية التي ركعت متوسلة ألا يعتدي عليها لكنه ألصق المسدس بجسدها وأطلق النار بعد أن اخترقت الرصاصة جسدها وخرجت من جانب ظهرها الأيمن فقتلها وبناءً على ذلك، قتل رقية عمداً إضافةً إلى محاولة الزوج تحويل سيناريو قتلها إلى حادث انتحار، هذا عدا عن إقدامه على احتجاز رقية وتعذيبها جسدياً ونفسياً، خلص القرار الظني، وبناءً على البند الرابع من مادة 549 عقوبات إلى معاقبة المدعى عليه بالإعدام.